بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الدقيقة الواحدة. نعم، مشعل ومنصور وعزام خارج المسابقة لأنهم حلوا مسبقا. خلاص خلاص، الآن المطلوب توصيل الكلمة بمعناها. أذهلت تجاهلوني الإبل، هنا كلمتين، نختار الكلمة الصحيحة مع كل كلمة. لا نبدأ قبل أن أشغل مؤقت الثواني حتى تصبح 60 ثانية، نتوقف. بعد دقيقة واحدة يا عزام، من انتهى يفوز، ومن لم ينتهي يكون خارج المسابقة. ماذا تقول يا عزام؟ أنت حللت مسبقا يا عزام. الآن كما نرى كل أصفار حتى 60 ثانية، سأقول انتهت الدقيقة. جاهزون؟ بسم الله. لا، كل يقف هنا صفا واحدا. من ينتهي يقف هنا صفا واحدا. هنا صف واحد، هنا صف واحد. خلاص، لا تجري، قف هنا حتى تنتهي الدقيقة. سارة، الإجابات صحيحة أم لا بعد الانتهاء؟ قف هنا، قف هنا بعد انتهاء الدقيقة. سارة، إن كانت الإجابات صحيحة أم لا؟ خلاص، لسه أمامنا 4 5 7 8 9. خلاص انتهت الدقيقة. سنرى. عبد الرحمن، أنت كنت خارج المسابقة من أمس لأنك كنت حالي. خلاص روح، خلاص أذهلتي، أدهشتي الإبل. خطأ، أذهلتي، أدهشتي، تجاهلوني، أهملوني الإبل، الجمل والناقة. ممتاز، أذهلتي، أذهلتي، أسعدتي. خطأ، أذهلتي، أدهشتي، تجاهلوني، أهملوني الإبل. ممتاز، أهملوني. ممتاز، ممتاز. لا خلاص يا فهد، أدهشتي. ممتاز يا محمد. ممتاز، هات يا عبد العزيز، امسك. أدهشتي، أهملوني. ممتاز. هؤلاء الفائزون يقفوا هنا. لا خلاص، خلاص قف هنا، قف هنا يا أمير. الفائزون في الدقيقة الواحدة: ياسين، أمير، فراس، محمد، نواف، راشد، عبد العزيز. أين أنت؟ كنت جئت متأخرا يا ماجد. هؤلاء السبعة لهم جوائز إن شاء الله. ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.